أما النيرفس أوف ذا نيك فكنا هنقسمها إلى عدد من الأقسام. القسم الأول هو الكرينيال نيرفس وتشمل 12 بيرز أوف كرينيال نيرفس. القسم الثاني سيرفيكال بليكسس. القسم الثالث هي سيمباثيك تشين أو سيمباثيك ترانك. هنتعرض دلوقتي لكل قسم من هذه الأقسام اللي بتكون النيرفس أوف ذا نيك. القسم الأول اللي هو الكرينيال نيرفس، عندنا 12 بيرز اوف كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم اللي اسمه الاولفاكتوري ده كان بيور سنسوري نيرف. النيرف الثاني اللي اسمه الاوبتيك كان ايضا بيور سنسوري نيرفز، ودول هندرسهم بالتفصيل مع فرع النيورو اناتومي. النيرف الثالث اللي هو السيرد كرينيال نيرف اللي اسمه الاوكيولو موتور، ده ميكسد نيرف كان جزء منه موتور والجزء الاخر كان باراسيمباثيتك. النيرف الرابع اسمه تروكليار نيرف، ده كان بيور موتور. اما الخامس اللي هو التراجيمنال نيرف ده كان ميكسد، جزء منه موتور والجزء الاخر كان سنسوري. واخيرا النيرف السادس اللي اسمه الابديوسن ده بيور موتور. الاربعه كرينيال نيرفز ديت كانت ديستريبيوتد، ثلاثه منهم اللي هم ثلاثه واربعه وسته للاكسترا اوكولار ماسلز اوف ذا اوربت، اما الخامس فكانت وزع جزء منه اللي هو الاوفسالميك كان راح سنسوري للاريا اوف ذا اوربت، والجزء الثاني اللي هو المجزلري كان سنسوري لمنطقه المحيطه بالمجزله، الجزء الثالث اللي هو المانديبولر وده كان ميكسد نيرف، جزء منه سنسوري وجزء منه موتور وكان بيغذي منطقه الانفرا تمبرال ريجون. النيرف السابع اللي اسمه الفيشل نيرف ده ميكسد نيرف، ده جزء منه موتور وجزء منه سنسوري وجزء منه باراسيمباثيك. الثامن اللي هو الاوديتوري نيرف له اسم اخر فيستيبيولو كوكليير، وله اسم ثالث اسمه ستيتو اكوستيك وده ايضا بيور سنسوري نيرف. اما النيرف التاسع فاسمه جلوسوفارينجيال نيرف، بالظبط زيه زي السابع، جزء منه كان ميكسد، هو ميكسد نيرف، جزء منه موتور وجزء اخر سنسوري والجزء الثالث كان باراسيمباثيك. النيرف رقم 10 اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف جزء منه موتور وجزء منه سنسوري وجزء منه باراسيمباثيك زيه زي التاسع والسابع. النيرف رقم 11 هو الاكسسوري نيرف، ده بيور موتور نيرف. اما النيرف الاخير اللي هو رقم 12 الهايبوجلوسال نيرف هو ايضا بيور موتور نيرفز. هذه النيرفز 7 و9 و10 و11 و12 اللي هم اخر اربعه اللي هم ايه خمسه كرينيال هندرسهم حالا. اما النيرف رقم 8 فهندرسه مع النيرف رقم 1 و2 في فرع النيورو اناتومي. الان سنتعرض بالشرح الى الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اللي هو السيفنس كرينيال نيرف، علشان نتعرض للكورس والريليشنز بتاعته هنرسم البيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. جزء من التمبرال بون كان بيراميد الانشيب له ميديال بارت ولاترال بارت. بداخل البيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون كان توجد هناك بوني كانال اسمها فيشيال كانال، لها فتحه من جوه، فتحتها الداخليه في النورما بيزاليس انترنا كان اسمها انترنال اكوستيك ميتس، فتحتها اللي من بره في النورما بيزاليس انكسترنا كان اسمها ستايلو ماستويد فورامين. الفيشيال كانال مش ماشيه ستريت كورس، دي ماشيه جزء منها لاترالي ثم جزء باكورد ثم الجزء الثالث كان نازل داون وورد. طيب في البيتروس بارت اوف تمبرال بون كان يوجد تو بيج كافيتيز، كافيتي يقع ميديال اسمه كافيتي اوف ذا انترنال اير، وكافيتي اخر لاترال اسمه كافيتي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير كافيتي ده كان عباره عن حجره لها اربع جدران وسقف ارضيه. انا هاخد منهم دلوقتي الميديال وول وهاخد منها كمان البوستيريور وول اللي هم هيهمونا الان في موضوع شغلنا مع الكورس والريليشنز بتاعت الفيشيال نيرف. طيب in front of the stylomastoid foramen كان يوجد الستايلويد بروسس، وكان ورا منه لازم يوجد الماستويد بروسس. الان البيجنينج اوف فيشيال نيرف والكورس والريليشنز والاند اند ترمينيشن من خلال هذه السلايد. الفيشيال نيرف بيبتدي بتو روتس، موتور روت بيسموه الفيشيال نيرف بروبر، وفي الجزء الاخر باراسيمباثيتك اند
سنسوري يحمل تيست سنسيشن من التانج يسموه نيرفس انترميدياس. الديب اوريجين للتو روتس دول هيتشرح مع النيورو اناتومي. خرج التو روتس الاخضر اللي هو هيمثل لي زي ما قلنا الفيشيال نيرف بروبر، والتاني الروت اوف اللي بيسموه نيرفس انترميدياس، هيتحدوا مع بعض ويدخلوا متحدين الى الانترنال اكوستيك ميتس، وهيمشوا من نفس الكورس اللي هتمشي الفيشيال كانال انسايد ذا بيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون. ات فيرست هيدخل الفيشيال نيرف بالكومبوننت بتاعته، هيمشي لاترالي زين بوستيريور. بوستيريورلي هيمشي اباف ذا ميديال وول اوف ذا ميدل اير، ثم ينزل داون ووردز ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ميدل اير، واخيرا هيخرج من الستايلوماستويد فورامن اوتسايد ذا كرينيال كافيتي. هيروح لمنطقه الفيس، هيقابل قدامه حارس ماسك قلم ودبابه، هو الستايلود بروسيس لن يصطدم بيه، لكنه اتكيرفس اراوند ذا لاترال سايد اوف ستايلو بروسيس تو ريتش البروتيد جلاند، وهنا هيدخل للجلاند من البوستروميديال سيرفيس ويمشي انسايد ذا سبستانس اوف ذا جلاند از ذا موست سوبرفيشال ستراكشرز، وهيدي توضيحاته وبرانشاته اللي اتكلمنا عليها في الفيس من خلال الديفرنت سايتس اوف ذا جلاند. ده كان الكورس وريليشنز اوف ذا فيشيال نيرف inside the vitreous part of temporal bone اللي بيسموه intracranial course of facial nerve. طيب هنمسك الرايت فيشيال نيرف فور اكزامبل ونتكلم على البرانشز بتاعته تفصيلا. دي vitreous part of temporal bone بالجزئين بتوعها، الجزء الميديا اللي هو الانر اير او الانترنال اير، والجزء اللاترال المستطيل في الشكل ده او المتوازي المستطيلات اللي هو الميدل اير. الفيشيال نيرف بتاعنا جاي بالكورس بتاعه، جاي بالتو كومبوننتس، افكر واقول تاني التو كومبوننتس اللي هما الفيشيال موتور بروبر والفيشيال نيرف بروبر اللي هو الموتور روت والباراسيمباثيك والتست روت اللي هو اللي اسمه نيرفس انترميدياس. دخل هنا مش الكورس بتاعه، هنا دي كانت الانترنال اكوستيك ميدس مش الكورس بتاعه. اكرر تاني ات فيرست لاترالي ثم يمشي بوستيريورلي، والاثنين دول كانوا هوريزونتال. عند اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت اللي كان ماشي هوريزونتال هنجد في جانجليون قاعده في هذه المنطقه هيسموه جينيكيوليت جانجليون. جينيكيوليت او جينيكيولار جاي من جينيو، جينيو يعني ركبه، يعني توجد عند ركبه النيرف. الجزء الثالث اللي يمشي في الفيشيال كانال ماشي داون ووردز يعني فيرتيكال لحد ما يطلع زي ما قلنا من الستايلوماستويد فورامين. تعالوا نتعرض للبرانشز اوف ذا فيشيال نيرف انسايد ذا فيتروس بارت اوف تمبرال بون او اللي يسموها انتراكرينيال برانشز. اول واحد فيهم كان اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، واسم الشهره بتاعه جريتر بتروزال نيرف. ده هيخرج من الجينيكيوليت جانجليون، يعني هيخرج من الفيشيال نيرف عند نقطة اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت الاتنين اللي كانوا ماشيين هوريزونتال، هيمشي فوروردز اكروس ذا ميدل اير، ثم يغادر البيتروس بارت اوف تمبرال بون عبر قنال صغيرة، كانال فيري سمول اوبننج هيسموها باسم الجريتر بتروزال، فيسموها الجريتر بتروزال هيتس. هيخرج منها الجريتر بتروزال نيرف، يمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا فيتروس بارت اوف تمبرال بون، يدخل للفورامين لاسرام. بدخوله للفورامين لاسرام هيتحد معاه سمباثيتك نيرف جاي من البليكسس اللي حوالين الانترنال كاروتيد ارتر اللي كان بيمر في هذه المنطقه، والنيرف ده بيسموه ديب بتروزال نيرف. اتحاد الديب بتروزال نيرف مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هو الجريتر بتروزال ودخولهم الى الفورامين لاسرام، هيخرجوا من الفورامين لاسرام متحدين يكونوا لي نيرف يمشي في نفق مظلم واسمه الفيديان نيرف او نيرف اوف ذا تيريجويد كانال. النيرف اوف ذا تيريجويد كانال بالتو كومبوننتس بتاعته، الباراسمباثيتك كومبوننت اللي هو الجريتر بتروزال نيرف والسمباثيتك كومبوننت اللي هو الديب بتروزال نيرف، هيعملهم ريلي في جانجليون. الباراسمباثيتك روت هو اللي هيعمل الريلي، هيعملوا
ريلي هنا في عفوا في سفينو بلاتين جانجلون، مش في الاوتك عفوا، في السفينو بلاتين جانجلون اللي كانت قاعده في التريجو بلاتين فوسا، وهيخرجهم البرانشز البوست جانجليونيك من السفينو او التريجو بلاتين جانجلون، هيخرجوا منها ويغذوا ثلاثه ميوكاس جلانز، واحده منهم في النوز والثانيه في اللاكريمال والثالثه في البلاتين ارياز، فيسموا البرانشز ديت نيزل ولاكريمال وبلاتين برانشز. ده عن الجريتر بتروزال نيرف. اما النيرف الثاني فاسمه كوردا تمباناي، فهو باراسمباثيتك. باراسمباثيتك يعني ايه؟ باراسمباثيتك يعني جاي من النيرفس انترميدياس اللي هو الباراسمباثيتك روت اللي طلع منه ايضا الجريتر بتروزال. ده هيطلع من الفيرتيكال بارت of the facial nerve اللي ماشي in front of the posterior wall of the middle ear cavity، هيمشي في middle ear cavity horizontally forwards ثم يخترق ال wall anterior wall of the petrous part of temporal bone عن طريق فيشر صغير. الفيشر الصغير ده هيسموه سكويمو تمبانيك فيشر. هيغادر الكوردا تمباناي وينزل من السكويمو تمبانيك فيشر outside the skull، يعني يمشي انتراكرينيال. المنطقة ديت الانتراكرينيال بارت من هذه المنطقة هي الانفراتيمبرال ريجون. هناك عايز يمشي مشوار طويل، عايز يروح لجانجليون مش قادر يوصل، فهيتحد مع سنسوري نيرف اسمه اللينجوال نيرف، يدخل معاه في اكيوت انجل علشان يوصله هنا لجانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون. هيعمل فيها ريلي ويطلعهم ثلاثة بوست جانجليونيك برانشز من السب مانديبولار جانجليون المسؤول عنهم الكوردة المناي، هيخرجوا الثلاثة برانشز ديت البوست جانجليون ويغذوا ثلاث مناطق. اول برانش ده كان تيست شايل من الانتيريور تو سيرز اوف ذا تانج تيست سنسيشن. التو برانشز التانيين ده البرانش الاولاني هيمشي مع اللينجوال نيرف، اما التو برانشز التانيين فهيروحوا مباشره للسب لينجوال والسب مانديبولار سليفري جلانس ويغذوا المايو اوبيسيليال سيلز المحيطه بالاسيناي بباراسمباثيتك انرفيشن. ده النيرف الثاني اللي اسمه الكوردا تمباناي اللي هو السكند برانش اللي كان طالع من الفيشيال نيرف. اما البرانش الثالث فهو موتور، فده اللي جاي من الفيشيال الروت اوف ذا فيشيال نيرف بروبر، طالع ايضا من الفيرتيكال بارت اللي هو ماشي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي ويمشي مباشره يغذي العضله اللي اسمها استابيدياس ماسل. الاستابيدياس ماسل من العضلات اللي خارجه من السكند فرينجيال ارش، وعلشان كده كانت بتتغذى ببرانش طالع من الفيشيال نيرف. على الاساس ده لو قلنا مراجعه سريعه هنجد ان الفيشيال نيرف بيطلع لي في انسايد ذا كرينيال كافيتي، يعني انسايد ذا بتروس بارت اوف تمبرال بون، يطلع ثلاثه برانشز جريتر بتروزل وليسر بتروزل، ودي باراسمباثيك نيرفز جايه من النيرفس انترميدياس روت بتاعه. اما النيرف تو استابيدياس فده جاي من الموتور روت اوف ذا فيشيال نيرف.